أكثر من 140 ألف طالب من أبناء وادي حضرموت يتوجهون إلى مقاعد الدراسة ودور التعليم. عام دراسي جديد يحمل طموح وآمال الطلاب بعد قضاء إجازة صيفية هي الأطول في مراحل الدراسة. نحن نحرص على أن تستمر عملية تعليمية في كل المرافق التعليم، سواء كانت في الأساس أو في الثانويات أو في المراحل الجامعة أو في الكليات، وهو الهم الأول. طبعا بيبدأ العام الدراسي اليوم ب 144 ألف طالب، إضافة إلى الطلاب المستوى الأول وتلاميذ المستوى الأول، وصل العدد إلى 153 ألف طالب تقريبا، وحوالي 411 مدرسة، هذا بين التعليم الأهلي والتعليم الخاص. عام دراسي جديد تتجدد فيه عزائم الطلاب، وهم يتطلعون نحو أفق العلم والمعرفة، آملين أن يكون عاما مختلفا عن غيره من الأعوام السابقة، بعيدا عن معوقات التعليم ومسببات تردي العملية التربوية وعدم عرقلتها وتطويرها إلى حركة إضرابية. العام الدراسي إن شاء الله يكون أحسن من العام الماضي، وحسب بالفرحة والتأمل أني أصير أحسن، وأني انتقلت العام جديد أفضل، وأني أقدم من مهاراتي وأطور من نفسي. واليوم بديت بسعادة وفرح ومرح لأني قابلت صديقاتي وعدت للمدرسة مرة ثانية. مرحلة جديدة لتلقي العلم، وما زالت بعض المرافق التعليمية في وادي حضرموت تستند إلى الوسائل التقليدية نظرا للانقطاعات المستمرة والمتكررة للتيار الكهربائي، إضافة إلى عدم تلبية مطالب وتلمس هموم المعلمين وحل مشكلات متكررة بتدني رواتبهم التي لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار المتكررة. بالنسبة للمعلمين معاناتهم معروفة متكررة في كل عام، وهي ضعف الأجور المستحقة التي يعني لا تساوي الجهد الكبير الذي يبذلونه. نحن ضد الإضراب، نحن نطالب بحقوقنا وسنظل نطالب بحقوقنا، وإن شاء الله نحصل من يلي أو يستمع إلينا وننال حقوقنا، وإن شاء الله نكون هذه الأجيال التي نربيها والتي نعلمها يكونون هم سبب في حصولنا على حقوقنا. العملية التعليمية في المناطق المحررة تعيش مرحلة متدنية جراء الحرب المستمرة وغياب الكتاب المدرسي وضياع حقوق المعلمين، إضافة إلى الازدحام على مقاعد الدراسة نظرا لكثرة النزوح وعدم استيعاب الكثير منهم، هي أسباب وغيرها تساهم في تدني العملية التعليمية والتربوية. فالحكومة وإدارة التربية والتعليم تقع على عاتقهم وضع الحلول العاجلة لحلحلة الكثير من تلك العوائق. فهمي برمادي، قناة سهيل، سيئون.